ليلة أول امبارح طلبوا فرقة السلطان سليمان شاه العمشات استدعوه أخيه، قام راح قاموا أخيه باختطافه وتسليمه لياسر عبد الرحيم. قبل المرة توقف زاهر، ظل عنده شيء شهرين ونص متوقف عنده على قتل وشتم وما قدموا للقضاء. نحن إذا في شيء بدين أخونا يا أخي، نحن بدنا القضاء يأخذ من حقنا من هذا الشخص. أخي كان أولا أخي زاير يشتغل مع ياسر عبد الرحيم بأحداث ليبيا، صار في إشكال بيناتهم وصار في حساسيات وتم توقيفه من أثناء يعني. قبل المرة رحنا وقعدت مع ياسر عبد الرحيم، قال لي في مبلغ على أخوك بتدفعه بيطلع، يعني حكاني يا هيك بالمشرمحي إنه في قيمة 30-40 ألف دولار بتدفع لي يعني بيطلع زاير أخوك، هيك حكاني يعني. إذا في ادعاء على أخي قدمه للقضاء ما يضل عنده أمنيته.